ماي سكي. نيكست. اوكي ماي سكيتس ار اولد. لوك ماي نيم از اون ذا جيت. أسرع أنا. اوكي your name is on the cave too and your name is on the cake. No skates. ثانك يو سهنا. الحاله الثانيه You're طبعا ده welcome. اللونج اي، زي ما احنا خدنا الحاله الاولى في اللونج اي اللي هي ايه؟ اي كونسونانت اي. لما اشوف حرف الاي واشوف حرف ساكن وبعدين حرف الاي بيخليني انطق الاي باسمه. طب امتى انطق الاي باسمها؟ نفس الحاله اي ساكن اي، ودي ذا فيرست كيس. اي ساكن اي بتخليني انطق الاي الاي باسمه. اللي بيخليني انطق الاي باسمه نفس الحكايه الاي ساكن اي. اي كونسونانت اي، اول ما اشوف حرف الاي وحرف ساكن وحرف الاي هتنطق الاي باسمه. لايك ايت، كل اللي بتعمله بتقول حرف الاي باسمه ايت. طبعا الحالات بتحفظها، بتحفظ اي ساكن اي اي ساكن اي عشان لما تشوفها في القصه او في الجمله قدامك تعرف تنطق الاي باسمها. ما ينفعش اقول هنا كيت، ليه؟ لان انت عندك اي ساكن اي ايت كايت كايت. طبعا الاي في الاخر سايلنت، ما بنطقش الاي. مين اللي بينطق؟ لوجي. لوجي لوجي. اري يا لوجي. كايت. كايت اميزنج. اي كونسونانت اي. ها كايت باين باين. بعد كده رايب اجين 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 لوجي رايب رايب. طيب احنا قلنا يا مستر ما نعملش حرف الار معامله حرف الراء في العربي، ما نقولش رايب. اسمعي هنا تقولها ازاي، قولي هنا الكلمه دي رايب. هنا رايب اجين رايب. سامعه يا لوجي؟ رايب رايب رايب. ما ينفعش يا مستر نعامل الار معامله حرف الراء. احنا بنسمع الاجانب واحنا قاعدين بنقول الله صوته كويس، نطقه جميل، بيعرف ينطق ازاي لان هو بيطبق القاعده صح. فالار رايب. اجيني هنا رايب. اجيني يا لوجي رايب رايب. اميزنج برافو. رايب اللي بعدها يا لوجي فاين فاين يعني بخير تمام. تعال بقى ناخد مقارنه بين الشورت اي والشورت اي. مهم جدا المقارنه دي عشان تعرف ايه الفرق بين الاي والاي، او امتى انطق الاي ايه والاي اي تمام. ذا اي ميكس ساوند ايه، لازم اعمل كده. احنا خدنا الاي ازاي ايه والاي ايه 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 ايه. طيب ك ات كيت ك ايت كايت با ان بين با اين باين را اب ريب را ايب رايب. كلمة رايب معناها ناضج مستوي يعني. فا اي فا ان فين، كلمة فين معناها زعنفت السمكة. فين فا اين فاين. هنا شورت اي ولونج اي. شورت اي برونون ذا ليدر اي باي ات ساوند، بنقوله بصوته ايه ايه ايه. لايك كيت بين ريب فين. نيجي كلمة بين، لو قلتها بين معناها قلم جاف، لو قلتي بين معناها دبوس. تاني بين 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 بين. فما تقوليش عادي ايه اللي منطق غلط، لا انت بتتكلم لو اتكلمت مع حد اجنبي بره ما تقوليش يا مستر طب انا ايه اللي هيوصلني لدوله اجنبيه، ايه اللي هيوديني. انا دايما بقول للاولاد في كورساتي ما تعرفش بكره في ايه، احلم واتعب وربنا هيحقق لك حلمك. ممكن في يوم من الايام تروح برنامج العباقره وربنا يكرمك تاخد المركز الاول، ربنا يكرمك تروح دعسه بره في دوله اوروبيه تاخد الطالب المثالي تاخد احسن لاعب، ما تعرفش دي فرصه في ايدك. ربنا يكرمك تدخل مسابقه وتروح تاخد منحه بره وتروح دوله اجنبيه، فلازم نطقك يكون ممتاز جدا جدا عشان تتكلم مع النيتف سبيكر تتكلم صح. هنا يا ريلي هنا الكمبيرنج بتوين شورت اي اند شورت شورت اي لونج اي. كيت كايت بين باين ريب رايب فين فاين. اميزنج. حد عايز يشارك يا جماعه؟ حد عايز يشارك ويرى؟
طبعا لو احنا في كورس فونكس هيبقى اجباري القراءه. يعني انا دلوقتي بقول عشان دي حصه تجريبيه، الكورس الفونكس هيبقى اجباري، هيقول لك اقري يا لوجي، اقري يا هنا، اقرا يا عمر، اقرا يا كذا يا كذا يا كذا، تمام؟ اقري يا بسمله، اقرا يا عمر، انا شايف عمر الامين عندي وشايف لوجي وشايف بسمله وشايف مولي سمير. مولي ما شاركتش معانا، ما اعرفش بقى سنك ايه يا مولي. تاني كيت كايت بين باين ريب رايب فين فاين، ده بالنسبه للشورت اه اكيد هيكون جمل. اقري هنا يلا. My kite is fine in the pine. Amazing. After that, huh? Next, Hannah. Lime. 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 After that, bike. 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 Huh? Lime. Hmm? Bike. Time. Hike. Lime bike time hike. After that. طبعا احنا لسه في الحاله الاولى من اللونج اي، فانا وشرحتها وبعد كده الاطفال لازم هم اللي يقروا ولازم يمارسوا كويس جدا جدا. طبعا ده بالنسبه للزوم. طب يا مستر انت بتقول في بث مباشر، طب الاطفال بتسمع نطقهم ازاي؟ البث المباشر بسمع نطقهم بعد الحصه ما تخلص على الفيس، بطلب من الطفل واجبات، بيعمل فيديو وبيطلق فيه الكلمات والجمل زي كده بالظبط كانه في الحصه معانا بالظبط، ده البث المباشر، يبقى الاشتراك بتاعه اقل شويه عن الزوم المجموعه، ومتاح زوم مباشر لوحدك كده لو ابنك لوحده من النوع الخجول بيتعمل له كورس لوحده. يلا هنا اري. باي تايم هاي كلايم. باي تايم هاي كلايم. جود. ها؟ فايف. ناخد بالنا بقى five. ناخد بالنا من حرف الفا فا والفا فا، عشان ان شاء الله لما تاخد كلمات في المنهج مش تتلخبط، لما تسمعها تقول لك تعرف ده حرف الاف، لما تسمعها تقول لك يبقى ده حرف الفي، ادي كلمه فيها الحرفين، لو قلت فايف وانا بتمل عن طريق الاصوات فانت هتكتب اف اي اف اي فايف، لكن هي اسمها اي فايف 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 فايف، تمام؟ بعد كده هنا ناين 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 فايف ناين ضيف لاين، هنا قولوا رايا فايف ناين ضيف لاين، فايف ناين ضيف لاين اسرع، فايف ناين ضيف لاين، فايف ناين ضيف لاين، لا انا اكسب، فايف ناين ضيف لاين، فايف ناين ضيف لاين، فايف ناين ضيف لاين، فاين لاين داي اوف لاين. طبعا لو في حد هيشارك بنعمل مسابقه بين الاطفال زي كده اللي يقول اسرع، وتبقى روح واجواء جميله جدا جدا، بس للاسف ما حدش عايز يشارك تاني عشان هنزل الحصه دي على اليوتيوب. الحصه دي يا جماعه حصه مجانيه عشان الناس تشوف الفونكس نشتغله ازاي. يلا هنا اقرا الجمل دي يلا. The five nine dive in a line. تاني. اوكي. A five on a nine. Number two. Nine kites in a pine. Number three. Five bikes in a line. Four. A nine on a five. Huh? Gumla? The five nines dive in a line. Amazing. ده بالنسبة للشورت اي لونج اي ايك ايم اين ايم، زي ما انت شايف كده موضح لك اي ساكن اي اي، لازم تقول حرف الاي باسمه اي اي. طبعا في حالات شاذه بناخدها ان شاء الله بعدين، بس احنا بنتكلم في المجمل. اقرا الجمله القصه دي. اوكي. My name is Mike. I ride my bike at 9 o'clock. I hike up to the pines at 10 o'clock. Up, mister. Okay. I dive in the lake and swim in waves at 5 o'clock. It's time to wake up Mike. Swim. Short I or long I? No, short I. Short I. Lake, long A or short A? Long A. Why?
Because A consonant E makes the sound A. Amazing. In short I or long I? Short I. Dive, long I or short I? Long I. Why? Because I consonant E makes the sound I. The first case of long E, I consonant E. Read this story. Okay. Look, look, see the friends. Skatey, he has a jacket, she has a cape. In the winter, they like to skate. They can skate on the lake. Thank you, huh? Look, look, see the friends hike. She has a dog, he has a kite. In the winter, they wake up at 9. Then their friends hide to play the pine. Hannah, read this verse, please. Where? Friends? Friends? Again? Friends? Friends. طبعا هنا واخدة فونكس كامل فهي قالت كلمة friends. Friends. ما قالتش friends. لان دي هنا سايلنت في الامريكان اكسنت، لكن في البريتش اكسنت بننطقها عادي فريندز، بس ما نتكش عليها، مش حاجه اسمها فريندز. لو انا هنطق دي هقول فريندز، شوف قلتها بس بسرعه جدا جدا، بقول فريندز فريندز، لكن في الامريكان اكسنت when the letter d comes after the letter n we don't pronounce the letter d like Wednesday, handsome, hands, grandpa, grandma، لكن دي بقول عليها فريندز في الامريكان. طب في البريطاني فريندز، قلت دي بس خفيفه فريندز، مفيش حاجه اسمها فريندز، ده اسمه انجليزي مصري. يعني انت هتقول الدي، قول الدي بس قولها بريتش فريندز فريندز، لكن ما تقوليش فريندز، مفيش حاجه اسمها فريندز، يا تقولها بريطاني فريندز يا تقولها امريكان فريندز فريندز. انا قلت الدي بس خفيفه فريندز. تمام friends. يبقى look look see the friends hike she has a dog he has a kite in the winter they wake up at 9 and then the friends like to the pine after that طبعا دي اكسرسايز بس هنعديها بسرعه عشان ناخد حاله كمان من دي. طبعا مراجعه على الشورت اي بسرعه هنا كده ولا على اللونج اي بسرعه كده بسرعه. يلا lake cape اسرع هنا five. طيب زي ما انتم شايفين وصلنا للونج او. اللونج او دي الحاله الاولى من اللونج او، او كونسونانت اي او او ساكن اي. طبعا احنا عارفين ان الاو صوته او او لايك بوك لايك بوكس لايك فوكس. تاني الكورس كله امريكان اكسنت فانت ما تسمعش كلمه بوكس ولا فوكس، اسمها بوكس فوكس. طيب ليه هنا بقى هنقول الاو باسمه؟ ليه هنقول هنا؟ اول حاجه لازم نعرف ان الاو صوته او او او، ما اقولش اوه، ما اسموش اوه، لو اوه هتنطق كده هو هوم، لا اسمها هوم او هوم. دي الحاله الاولى من اللونج او اللي هي او ساكن اي او او كونسونانت اي. ها اوم الاي رجع للاو صوته، الاي ده حرف قوي لما يجي في اخر الكلمه او لما يجي ورا الحرف المتحرك لازم يرجع له صوته، كلهم بيتحاموا فيه. هوم دي الحاله الاولى من اللونج ايه؟ او هوم هوم او كونسونانت اي. مين هيقرا معايا؟ مي ايه يا ريهانا؟ هوم بون كون روب again home pawn cone rope. لوجي هتقري ولا نمتي؟ ماشي تمام. home pawn cone rope برافو amazing.
ايه ريهان الجملة دي؟ I hop over the rope at home. I hop over the rope at home. I hop over the rope at home. I hop over the كلمة hop معناها يقفز على قدم واحدة. بيحجل يعني. I hop خد بالك من الشورت او I hop. Hop. ما قلتش hop. I hop over the rope at home. هنا الشورت او واللونج او في نفس الكلمة. Hop شورت او كلمة rope لونج او home long o at short a the حرف مركب over برضو o ساكن e long o تاني I hop over the rope at home I hop over the rope at home تقري يا لوجي ولا مش مش I hop over the rope at home amazing I hop over the rope at home بعد كده long u طبعا احنا عارفين اليو ليه صوتين اليو صوته اه 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 وده شورت يو لكن لما يكون لونج بيبقى صوته يو او او زي ما هناخده في الكورس ان شاء الله اقرا كده هنا الكلمه دي كيوب يو كيوب كيوب ها كيوب ميوت كيوت ميول ميول اقرا الجمله دي يلا كيوت ميول ميوت كيوب كيوت ميول ميوت كيوب كيوت ميول كيوت كيوب ميوت ميوت كيوب ها هم اتيون اون اتيوب ان جون طيب هم شورت يو ذا يو ميكس ساوند اه اه هم اتيون اون اتيوب ان ذا جون خد بالك اللونج يو ليه صوتين الناس ما بتعرفوش ليه صوت يو وصوت او طب ايه السبب اللي خلى اللونج يو صوتين عندنا اللونج يو في الانجليزيه القديمه اسمه او ولسه موجود لعند الوقت زي كلمه تو تون زي كلمه فو فود زي كلمه جو جون لكن الانجليزيه الحديثه ان ادفانسد انجلش اليو بينطقوها يو باسمها زي كلمه تيو فاصبح اللونج يو ليه صوتين تيوب و تيون تون تو تون ده الصوت الاول وتيوب الصوت الثاني هم شورت يو اتون لونج يو الصوت الاول ان شورت او ا شورت اي تيوب لونج يو الصوت الثاني ان شورت اي جون خد بالك شهر يونيو اسمه جون مش جوني زي ما جوني جون يبقى هم تون اون تيوب ان جون تمام نكتفي بهذا القدر من الحصة ارجع هنا القصة دي عشان نقفل okay it's John Luke and his cute no, 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 no. Luke. No, no, no. احنا هنا بنخضع هنا ايه لما يكون عندنا long يو او ويو انا بستفتي نفسي الكلمة تمشي افضل اقول جون واقول جوك ولا جوك مش اسمها جوك وخيرا جزاكم مامي بسمل ماشي هنا اول كلمه اول مره اشوفها كلمه لوك هنا اقول لوك ولا ليوك ليوك مش ماشيه لوك لوك افضل يبقى اتس جون لوك اند هيز كيوت مول ووك اون ذا ساند لوك سيز ا بون ان ذا ساند اتس ا بيج بون هي هاز ا ميول اند ا روب لوك اند هيز ميول بول ذا بون وذ ذا روب لوك is at home he puts the big bone on the cube Luke and his mule are happy طبعا ده لونج اي لسه ما خدناهوش طبعا ده الحاله الثانيه من لونج اي هو الكتاب جايب كده جايب الحاله الاولى من كل حاله هنا الحاله الثانيه من اللونج اي هي الاي اي بتعملي لونج اي اخذنا الحاله الاولى هي الاي ساكن اي الحاله الثانيه الاي اي لما اشوفهم مع بعض بيعملوا لي لونج اي وده هيكون ان شاء الله هناخده في الكورس باذن الله تعالى حد عنده اي سؤال المقفل ثانكس هنا ثانكس لوجي واشوفكم على خير ان شاء الله في حصص اخرى ويا رب يكون قدرت افيدكم ولو حد عنده اي سؤال يتفضل